السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للجزء الأول العربية أوتوماتيك بتكييف بسعر 50,000 جنيه، والجزء الثاني اللي عملناه اللي اتكلمنا فيه عن عربية أوتوماتيك بتكييف بسعر من 50,000 إلى 70,000 جنيه، وجبت لكم 10 عربيات في الجزء الثاني واتكلمنا عن مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها وسعرها. لو عايز تشوف الجزء الأول والثاني هتلاقيهم في آخر الفيديو في شاشة النهاية، وهحط اللينك بتاع الفيديوهين في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ده الجزء السابع والأخير، وهنكمل فيه باقي العربيات في الفئة السعرية من 70,000 إلى 100,000 جنيه، وللأسف هيكون الجزء الأخير كمان في سلسلة عربيات أوتوماتيك بتكييف، ومش هكمل باقي الفئات السعرية نظرا لقلة التفاعل المشاهدات. المهم جبت لكم كل العربيات الأوتوماتيك اللي بتكييف من أسواق السيارات والمعارض وآخر تحديث سعر لشهر مارس 2022. كل عربية هقول لكم سعرها من كام لكام ومواصفاتها، وللعلم الفرق في السعر هو فرق الحالة مش سنة الصنع. نصيحة بقولها دايما، اشتري عربية حالتها محترمة وبلاش تسترخص، لان الحالة هي اهم حاجة، اهم كمان من سنة الصنع. بنشوف عربيات موديل قديم افضل حالة من موديلات احدث، واكشف على العربية في مركز صيانة او محطة بنزين، ولازم تكون العربية رخصتها سارية، واشتري العربية بعقد مسجل شهر عقاري والدفع على راس العقد في مقر الشهر العقاري. كل عربية هجيبها هقول لكم شوية معلومات عنها ومميزات وعيوب. في الجزء ده هنتكلم عن 10 عربيات. ندخل في الموضوع على طول. أول عربية معانا مرسيدس سمارت موديل 2000 بسعر يبدأ من 100,000 جنيه. بدأت حكاية سمارت في أواخر سنة 82، وصاحب الفكرة دي كان نيكولا هايك، الرئيس التنفيذي لشركة SMH المالكة والصانعة للعلامة التجارية سواتش المتخصصة في صناعة الساعات، واللي بتعتبر من أكبر وأشهر الشركات العاملة في المجال ده. الطراز الأولاني اللي واجهت بيه سمارت العالم وتم تصنيع الجيل الأول منه ما بين سنة 98 لسنة 2002 كان اسمه فورتو. الهيكل كان أقرب لتصميمات الهاتشباك، برغم أنه أصغر من الحجم المعتاد، كان طوله 2.5 متر وعرضه 1.5 متر، بمعنى أن مساحة الركن المتعارف عليها اللي بتكون مخصصة لعربية سيدان عادية بقت بتساع 3 عربيات من سمارت، وكانت نازلة العربية دي بثلاث أبواب ومقعدين وثلاث اختيارات من المحركات، أكثرها قوة سعته 800 سي سي، بينتج قوة قدرها 61 حصان، وده اللي بقى الطراز الأكثر نجاحا والأكثر شعبية والأكثر تعبيرا عن الفكرة المميزة بتاعة الأستاذ هايك. عشان كده أنتجت الشركة جيل تاني منه من سنة 2007 ل 2014، وكمان جيل تالت من 2014 ل 2018، وكل اللي بعد كده كهرباء. وأنتجوا طراز مختلف من سمارت للعائلات كان اسمه 4-4، بس ده كان أكبر شوية وشبه غالبية العربيات الهاتشباك اللي بنشوفها 5 أبواب، كان طوله 3.75 متر وعرضه 1.60 متر وسعته اللترية 1500 سي سي، والنوع ده كان بينتج قدرة 109 حصان. وتم إنتاج الطراز ده في جيلين، الأول من 2004 ل 2006 والتاني من 2014 ل 2018، وكل اللي نزل منه بعد كده برضو كهرباء. المهم خلونا نتفق على حاجة، قلة الحجم مش معناها قلة الإمكانيات، وده اللي أثبتته سمارت في كل أجيالها في العالم. سمارت بتحمل كل تقنيات العلم الحديثة ووسائل الراحة والحماية والأمان. نيجي بقى لأهم نقطة وهي العيوب. النوع ده من العربيات غير مناسب للرحلات الطويلة والسفر، وغير متزنة إلى حد كبير في السرعات العالية أو في الملفات، وقيادتها على الطرق السريعة غير آمنة، غير إنها ما عندهاش القدرة الكافية أو العزم اللي يخليها بتتجاوز أي عربية تانية أو حتى تقوم بمناورة سريعة عند الحاجة. والعيب الغريب هو استهلاكها لنسبة عالية من الوقود، وده واحد من أكبر العيوب، لأن اللي شاري عربية بالشكل ده أكيد هدفه الأساسي التوفير. يعني من الآخر الميزة الوحيدة هي شكلها المميز وصغر حجمها اللي بيخلي فيه سهولة في ركنها في الشوارع الزحمة. أما بالنسبة لقطع غيارها هتلاقيها موجودة وسعرها مش غالي. كفاية كلام عن العربية دي، طولنا فيها كتير. نخش على العربية التانية، الجولف 3 موديل من سنة 93 لسنة 94، ودي بنسميها في مصر الدبة، وسعرها بيكون من 80,000 إلى 95,000 جنيه. الجيل الثالث من جولف كان من سنة 91 لسنة 96 واسمها MK3، وفي الجيل ده اهتموا بالسلامة لكن خسروا متعة القيادة وحاجات تانية كتير. إذا كانت جولف واحد الأصلية MK1 هي العربية اللي بدأت ثورة في فولكس فاجن، هنلاحظ إن خليفتها كانت MK2 اللي هي الجولف 2، وهي اللي شهرت جولف في العالم كله، اللي تم بنائها على قاعدة A2 من فولكس فاجن جروب، وتم مشاركتها مع الكورادو والجيتا من الجيل الثاني والتوليدو من الجيل الاول، وتم تجميع اصدارات مختلفه من الجولف في بلجيكا والنمسا ويوغوسلافيا وجنوب افريقيا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه، وسموها هناك رابت. بالنسبه للمميزات، شكلها الخارجي مميز وملفت حتى بعد كل السنين دي، جوده عاليه للخامات المستعمله في الخارج والداخل، ثباتها رائع جدا، اعطالها قليله، وهتلاقي عدد كبير من الميكانيكيه متخصصين فيها. العربيه دي دايما بتدي الثقه لقائدها، وده احساس شخصي. لو اشتريت جولف هتبقى مدمن عربيات هاتشباك، ومهما ركبت عربيات هتفضل شايفها اجمل عربيه هاتشباك. عيوبها، الجولف
بشكل عام عربية جميلة جدا، لكن الجولف 3 بشكل خاص فيها مشاكل كتير مقارنة بباقي موديلات الجولف. أول مشكلة هي عدم توفر قطع غيارها، وفي مصر كلها مش هتلاقي أكتر من 4 أو 5 محلات متخصصين في قطع غيار الجولف 3 بالذات. فالمشكلة دي بتبقى مزعجة جدا، وخصوصا لو أنت من محافظة بعيدة عن القاهرة، وممكن يوصل بيك الحال إنك تركن العربية يوم أو 2 أو حتى أسبوع لحد ما تجيب قطعة الغيار المطلوبة، والمشكلة دي مش هتلاقيها في الجولف 2 والجولف 4. تاني عيب الجاب أو الفجوة في السعر بين أعلى سعر وأقل سعر ليها. هتلاقي عدد كبير جدا من الناس طالبين فيها أسعار خرافية، وناس تانية بتبيعها بملالين. والسبب أولا إن السعر العالي بسبب إن العربية نظيفة جدا وصاحبها عارف الكلام ده، وعارف كمان إن قطع غيارها غير متوفرة بالشكل المناسب وغالية، عشان كده رافع السعر، لأن اللي هيشتريها منه مش هيدفع فيها جنيه لمدة سنة أو 2، مجرد مصروفات عادية خالص في الصيانة العادية زي زيت وفرامل وخلاف. والناس اللي بيبيعوها بسعر قليل، العربيات دي متهانة ومحتاجة صيانة كبيرة، وهم عارفين إن اللي هيشتريها يشقى ويبيع هدومه وهو بيصلحها. تالت عيب في الجولف 3 استهلاكها العالي في الوقود مقارنة بالجولف 4، والعربية تقيلة في السحب مقارنة بالجولف 2 والجولف 4. الكنبة الخلفية كمان بتاعتها ضيقة مقارنة بالعربيات الحديثة الموجودة في السوق حاليا. لما تشتري الجولف 3 لازم تراعي حالة الصالون الداخلي وحالة فرش الكراسي وفرش الأبواب وحالة الكاوتش العازل في الأبواب وحالة البلاستيك بتاع التابلو والكونسول الوسط، لأن قطع الغيار دي مش موجودة أساسا. ومحاولة تركيب فرش جلد بدل من الفرش الأصلي بتاعها هيحول العربية الفرن حتى مع وجود التكييف، وهيضيق المساحة. إعادة بيع الموديل ده من جولف سيئة جدا، العربية تقيلة جدا في بيعها، وسعر إعادة البيع حسب الحالة ومسألة فصال وجدال وانت وحظك. ملحوظة مهمة جدا وانت بتشتري الموديل ده، لازم تقارن رقم موتور العربية برقم الموتور الموجود في رخصة المرور، ولازم تسأل عنها في قسم المرور التابع ليه، عشان اللعب في العربية دي كتير جدا. تالت عربية معانا سيتروين سي 3 موديل 2003، ودي سعرها بيكون من 75 إلى 80 ألف جنيه. العربية فرنسية بالكامل، صناعة وتجميع، من أحد عربيات سيتروين المتصدرة للراليات. ثباتها عالي جدا على الطريق وفي المنحنيات، خامتها فرنسية عالية الجودة. نزلت بنسختين من المحركات، نسخة 1600 سي سي 16 صباب بقدرة 110 حصان عند 4000 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 200 نيوتن متر عند 1750 لفة في الدقيقة، وهو نفس المحرك بتاع السي 4 ونفس محرك البيجو اس دبليو 307، ودي النسخة الموجودة في مصر. سرعتها القصوى 177 كيلومتر ساعة، وتسارعها من 0 ل 100 كيلومتر في 12.9 ثانية، وحجم خزان الوقود بتاعها 45 لتر. النسخة الثانية نزلت بمحرك 1400 سي سي 16 صباب اتش دي اي بقدرة 90 حصان، ودي نسخة هتلاقيها في دول أوروبا، وممكن يكون حد نزل بيها مصر أو دخلت من بورسعيد، بس عددها هتلاقيه قليل جدا. أبعاد العربية سيتروين سي 3: طول 3.85 متر، عرض 1.66 متر، ارتفاعها 1.52 متر، طول قاعدة العجلات 2.46 متر، شنطتها الخلفية تسعة 305 لتر، ولو طويت الكنبة الخلفية بتزيد مساحة التخزين ل 1150 لتر. بالنسبة لعيوبها، فيها مشاكل في الكهرباء والإلكترونيات، بس الكلام ده عيب كل العربيات الحديثة، لأنها بتستخدم تكنولوجيا معقدة، ولو ما كانتش هتروح لمتخصص يشتغل فيها أو يصلحها ويكون على دراية كاملة بالتكنولوجيا الخاصة بها، فأكيد ده هيزود المشاكل في العربية. السيتروين سي 3 مليانة بالكماليات ووسائل الرفاهية، سعرها قليل بالنسبة للإمكانيات والجودة اللي فيها، قطع غيارها موجودة لكن هتلف عليها شوية، وسعرها غالي زي أغلب الفرنساوي. رابع عربية معانا سيتروين سي 4 موديل 2006 و2007، ودي سعرها بيبدأ من 100 ألف جنيه. سيتروين سي 4 تم صناعتها من شركة سيتروين الفرنسية، ونزل العربية دي بمحرك جيد مقارنة بالعربيات التانية من فئتها. سعة المحرك 1600 سي سي بقدرة 120 حصان، وبتتسارع من 0 ل 100 كيلومتر ساعة خلال 11.4 ثانية، وأقصى سرعة ليها 195 كيلومتر ساعة. لو هنتكلم عن استهلاك الوقود، ممكن اعتبار سيتروين سي 4 من العربيات الاقتصادية في استهلاك الوقود، لأنها بتعمل متوسط 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر داخل وخارج المدينة. نزل منها محركات بمواصفات مختلفة، أبرزها سعة محركات أعلى أو أقل، هتلاقي منها محركات بسعة 1400 سي سي ومحركات تانية بسعة 2000 سي سي، لكن كل النسخ دي نزلت خارج مصر. نزلت بنوائل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وأوتوماتيك 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات. تتميز العربية سيتروين سي 4 بالرفاهية الإضافية داخل المقصورة، وهتلاقي فيها كافة وسائل الراحة اللي من أبرزها عجلة قيادة المالتي فانكشنز وحساسات جانبية وكاميرات خلفية في النسخ الهاي لاين. أما بالنسبة للأمان، فسي 4 زودوها بنظام منع انغلاق الفرامل ونظام منع الانزلاق ووسائد هوائية للسائق والركاب. أما بالنسبة للعيوب، من أشهر عيوبها عدم انتشارها في مصر، وده بيخلي أصحابها بيعانوا من ندرة بعض قطع الغيار وارتفاع أسعارها، بالإضافة لندرة الفنيين اللي قادرين يصينوها بشكل صحيح. خامس عربية معانا سوزوكي فيتارا موديل 97، ودي سعرها بيكون من 85 ل 95 ألف جنيه. الفيتارا الجيل الأول منها 3 باب و5 باب، ومنها 1600 سي سي ومنها 2000 سي سي، بتبدأ من سنة
88 لحد 2002، واغلب النسخ اللي نزلت في مصر 1600 سي سي 95 حصان 4 سلندر. الوزن للنسخ الثلاثه باب دي كان حوالي 1100 كيلو جرام، وفي منها كاربوريتير لحد سنه 97 وانجكشن بعد كده من 97 وطالع. نزل منها مانيوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات. العربيه نازله بفتيس غرز، تكييفها ممتاز افضل من الخمسه باب، والكمبريسور بتاع التكييف في ال 1600 اكبر من كمبريسور ال 2000 سي سي وادائها اقوى. جنوطها 15 بوصه والكاوتش اصلي 195 70 15، ممكن تزوده على نفس الجنط بدون تعديلات لحد 235. نزل منها سقف صاج تين توب، وسقف فايبر قابل للفك والتركيب الهارد توب، وسقف جلد كانفاس توب لحد سنة 95. الكاسيت الأصلي بتاعها كليريون مع عدد 4 سماعات للصوت، 2 في التابلو و2 في الفرش الجانبي الخلفي. هتلاقي اختلافات بسيطة بين الموديلات في شكل التابلو وعجلة القيادة والعدادات وعصاية الفتيس وفرش الأبواب من الداخل والباكيتات الخارجية، وهتلاقي اختلافات بين الطرازين الجي اكس والجي ال اكس. الطراز الثاني اللي هو جي ال اكس ده فيه باور ستيرنج وإزاز كهرباء ومرايات كهرباء وسنتر لوك. استهلاك البنزين معقول حسب أسلوب القيادة، يعني مثلا موديل 2002 الثلاثة باب ال 1600 سي سي 16 صباب بتعمل من 9 ل 10 لتر لكل 100 كيلومتر داخل المدينة مع الزحمة والقرص وتشغيل التكييف، أما على الطريق السريع بتعمل من 7 ل 8 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوع. التانك بتاعها 35 لتر وده طبعا صغير وغير متناسب مع الاستهلاك، وفي حالة رحلات الصحراء الطويلة والسفاري لازم هتحتاج تانك إضافي. عداد السرعة 180 كيلو، بتشيل 4 ركاب بالغين مع مساحة تخزين خلفية قليلة جدا مع إمكانية طي المقاعد الخلفية أو جزء منها لتوسيع مساحة الشنطة. في الرحلات الطويلة العربية مريحة جدا في المقاعد الأمامية وواسعة بعكس المقاعد الخلفية. العربية دي شبابية في المقام الأول، من أهم مميزاتها علوها عن الأرض والقيادة الناعمة المعتادة من العربيات الياباني. ثباتها معقول برغم إن شكلها ما يقولش كده، الشاسيه قوي وبيتحمل زي العربيات الجيب. أدائها ممتاز في الصحراء والأوفر رود نظرا لتناسب الوزن مع قوة المحرك والشاسيه القصير. مصاريف تشغيل العربية دي معقولة سواء الضريبة السنوية أو استهلاك البنزين والزيوت والسيور والفلاتر مقارنة بالجيب رانجلر. وسير الكاتينة بتاعها رابر وعمره الافتراضي 40,000 كيلو. عفشتها ناشفة نوعا ما ونظرا لأن الشاسيه قصير، فهتلاقي الصدمات مش بتتوزع على جسم كبير، لكن ده مش عيب خالص لأن كل العربيات الفور باي فور بالشكل ده. الشاسيه قوي جدا وبيتحمل الخدمة الشاقة إذا ما قارناها بغيرها من عربيات الدفع الرباعي. قطع غيارها هتلف عليها شوية لكن موجودة جديد واستيراد، بس سعرها عالي شوية. سعر إعادة البيع بتاع العربية دي ممتاز والعربية مطلوبة بكل حالاتها. سادس عربية البي واي دي اف 3 موديل من 2008 ل 2013، سعرها بيكون من 85 ل 100,000 جنيه. شركة بي واي دي هي شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع السيارات والحافلات والمحركات والشاحنات، وتأسست الشركة دي سنة 95 وكانت في البداية جزء من شركة متخصصة في مجال صناعة البطاريات القابلة للشحن. مقر شركة بي واي دي في مدينة شانجان في الصين، وبتعتبر سادس أكبر شركة لصناعة العربيات في الصين، والتقييم ده بناء على عدد الوحدات المباعة منها سنويا. تعتبر بي واي دي اف 3 عربية سيدان متوسطة الحجم 4 أبواب وبتتسع لخمس ركاب، محركها 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر، بتحقق تسارع من 0 ل 100 في زمن 12.3 ثانية. الدفع فيها أمامي وبتتوفر بنوعين من نوائل الحركة، أوتوماتيك 6 سرعات ومانيوال 5 سرعات. سعة خزان الوقود بتاعها 50 لتر وبتستهلك 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة طبعا على الطرق السريعة. سرعتها القصوى 180 كيلومتر ساعة ووزنها 1200 كيلو جرام. العربية دي أبعادها طول 4 متر 53 عرض متر 70 سنتي الارتفاع متر 49 سنتي. مميزاتها إن العربية نازلة بنظام فرامل ABS مانع للانغلاق ونظام توزيع إلكتروني الفرامل EBD واتنين وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، أحزمة أمان خلفية ثلاثية التثبيت، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام أمان للأطفال، ومزيل ضباب عن الزجاج الخلفي. بتتميز العربية دي بنظام تعليق فائق الجودة بيديها ثبات ومرونة على الطرق الوعرة. يعتبر ارتفاع العربيه عن الارض جيد جدا اللي بيخليها مناسبه لكل انواع الطرق المكسره والمطبات العاليه في مصر. نازل العربيه بمكيف هواء فيه فلتر للتنقيه واضاءه اماميه وخلفيه ضبابيه وجنوط رياضيه مصنوعه من الالومنيوم ومرايات جانبيه قابله للطي وازاز كهرباء وفتحه غطاء البنزين والصندوق الخلفي من الداخل، والمقاعد الداخليه مصنوعه من الجلد. العربيه فيها مساحات تخزين داخليه كتيره بالاضافه للصندوق الخلفي. هتلاقي فيها قفل مركزي للابواب وباور ستيرنج ونظام صوتي جيد وسماعات اماميه وراديو سي دي. قطع غيارها متوفره واسعارها مناسبه. عيوب البي واي دي على الرغم من المميزات الكتيرة دي إلا إنها فيها بعض العيوب، ومن أبرزها إنه على السرعات العالية اللي بتزيد عن 140 كيلومتر ساعة العربية دي بيقل ثباتها للصفر بشكل كبير جدا، وفي الملفات ثباتها قليل جدا، ويعتبر العزل الصوتي فيها سيء وكمان العزل الحراري، والخامات المستخدمة داخليا وخارجيا خامات رخيصة، وقطع غيارها مش معمرة يعني ممكن تغير جزء مساعدين وبعد شهرين ثلاثة تحتاج تغيرهم تاني وهكذا. وطبعا ده بسبب رداءة الصناعة الصيني اللي متعودين عليها كلنا. العربية السابعة في الجزء ده شيري إنفي موديل
2017 سعرها بيبدأ من 95,000 جنيه. شيري إنفي هي عربية صيني من تصنيع شركة شيري اللي تأسست في 18 مارس 1997 في مقاطعة أنهوي بجمهورية الصين الشعبية. أثبتت شيري جودتها في السوق المحلي وزاد الإقبال عليها في مصر، ده بسبب تصميمها المبتكر وسعرها المناسب. بتتميز شيري إنفي بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي 16 صباب، قدرته 109 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وعزم الدوران 140 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة. العربية دي نزلت مصر بنسخة سيدان فيها نقل حركة يدوي، عدد نقلاته 5. المحرك شغال بنظام الحقن الإلكتروني، فيها نظام فرامل EBS وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، جنوط مقاس 15 بوصة، 5 مقاعد، 4 أبواب. في ناس كتير جدا مغيرين الفتيس لفتيس أوتوماتيك. سعة خزان الوقود بتاعها 50 لتر. فيها نظام تنبيه ضد السرقة وإشارات في المرايات الجانبية. فيها نظام ذكي للركن ومشغل أقراص مدمجة بمدخل USB وإزاز كهرباء أمامي وخلفي وعجلة قيادة هيدروليك. شنطة الشيري إنفي الخلفية مساحتها 485 لتر، نقل الحركة وعجلة القيادة مصنوعين من الجلد، فيها أحزمة أمان خلفية، ارتفاعها عن الأرض 12 سنتي ونص. عيوب شيري إنفي، أكبر عيب إنها بتسخن في المسافات الطويلة والسخونية دي بتزيد وقت تشغيل التكييف. العيب الثاني إن فراملها ضعيفة ودايما في هزة في عجلة القيادة وعدم توفر قطع غيارها بصورة كافية. العربية الثامنة معانا سبرانزا M11 أو الملقبة خارج مصر شيري A3 موديل 2010 بسعر بيبدأ من 85,000 جنيه. العربية دي مجهزة بكماليات كتيرة جدا وفي السوق المحلي ما حققتش أي نجاح ولا انتشار للأسف، وقطع غيارها متوفرة لكن مش بشكل كبير. العربية نازلة بمحرك 4 سلندر 16 صباب 1600 سي سي بقدرة 117 حصان بناء الحركة مانيوال. المحرك جيد وأداءها كويس جدا والتسارع والثبات بتاعها معقول والإمكانيات المتوفرة فيها والأداء ممتاز. العربية قليلة الأعطال، خامتها متوسطة، الهيكل الخارجي مصنع من الصاج الخفيف والبلاستيك المقوى ومن الداخل من خامات بلاستيك جيد. العربية نازلة بوسائل أمان زي فرامل EBS منع الانغلاق وأحزمة أمان ثلاثية التثبيت، لكن للأسف ما فيهاش وسائد هوائي. فيها تكييف هواء ديجيتال، إزاز كهرباء، باور ستيرينج، سنتر لوك بالريموت، مصابيح ضباب أمامية، جنوط 15 بوصة، مثبت سرعة، عجلة قيادة مالتي فانكشنز، راديو CD 4 سماعات، مقاعد خلفية قابلة للطي، أحزمة أمان بنقاط تثبيت ثلاثية، فيها نظام تشفير كامل للحماية من السرقة. المساحة الداخلية بتكفي 4 أشخاص بالغين أو 5 صينيين. بالنسبة لأبعادها، طولها 4.35 متر، العرض 1.79 متر، الارتفاع 1.46 متر. العربية دي بتتمتع بثبات محترم ومهما كانت سرعتك هتلاقي ثبات خصوصا في المنحنيات. كل الأجزاء الخارجية للعربية متينة وقوية وبتتحمل الطرق المكسرة والنقر في الشوارع المصرية. التقفيل الداخلي والخارجي كويس جدا ومش هتسمع أصوات. عيوبها إنها مش ناعمة في سواقتها زي الياباني مثلا، عشان كده مناسبة للرجالة أكتر. عفشتها رياضية ناشفة عشان كده مش مريحة في الطرق الوعرة والمسافات الطويلة. قطع الغيار صناعتها سيئة وغير معمرة، عشان كده في ناس بيوفقوا قطع الغيار مع أنواع عربيات تانية كوري وياباني وإيطالي. العربية دي ما انتشرتش في السوق المصري عشان كده سعر إعادة البيع سيء وتقيلة في بيعها. شنطتها الخلفية حجمها صغير وغير مناسب للسفر والرحلات، استهلاكها عالي في البنزين، مفيش طبعا أي وسائد هوائية بتحمي السائق والراكب الأمام. تاسع عربية معانا الفيات جراند بونتو موديل 2007 بسعر بيبدأ من 95,000 جنيه. بدأ إنتاج جراند بونتو في سنة 2005 وهي عربية هاتشباك رياضية متوسطة الحجم، تعتبر أكبر من طراز بونتو المعروف. تصميمها أنيق ليه طابع رياضي بتوقيع المصمم الإيطالي جيوجارو اللي ظهرت لمسته الرياضية داخل وخارج العربية بوضوح. صناعة إيطالية ونزلت مصر بنسختين 3 أبواب و5 أبواب، مع نسخة بسقف إزاز ونسخة تانية بجنوط رياضية. جراند بونتو اتصنعت في البرازيل والهند وهي عربية سوبر ميني وبتعتبر الجيل الثالث من فيات بونتو، وتقدمت لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات في أغسطس 2005. وفي سنة 2009 تم تقديم بونتو إيفو واتباعت مع جراند بونتو في نفس الفترة، وفي سنة 2012 تم وقف إنتاج الاثنين دول واستبدالهم باسم بونتو فقط. نزلت العربية في العالم بعدد من المحركات، منها محرك 1200 سي سي مش متوفر في مصر، وهو محرك 8 صباب وقوة 64 حصان وعزم 102 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وأقصى سرعة للنسخة دي كانت 155 كيلومتر ساعة وتسارعها من 0% كان في 14.5 ثانية. أما المحرك اللي نزل في مصر فهو 1400 سي سي بيوفر قوة أداء مع توفير في استهلاك الوقود، وهو محرك 4 سلندر قوة 77 حصان عزم دوران 115 نيوتن متر مع نقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ووزن العربية الخفيف والقوة بيخلي أداء المحرك جيد وبيوفر تسارع معقول في الفئة دي. تتسارع جراند بونتو من 0 ل 100 كيلومتر ساعة في 13.2 من 10 ثانية، وبتستهلك
5.4 لتر وقود لكل 100 كيلومتر مقطوع. المحرك الثالث 1400 سي سي بقوة 94 حصان وعزم 135 نيوتن متر وأقصى سرعة ليه 178 كيلومتر ساعة وتسارعها من 0 ل 100 في 11.4 ثانية ونقل الحركة بتاعها 6 سرعات وظهر في الموديلات بداية من 2007 وانت طالع. تعتبر الجراند مونت من العربيات الموفرة في الوقود وسحب وتجميع المحرك للحركة في المدن جيد جدا على السرعات العادية، لكن التجميع للسرعات فوق ال 100 كيلومتر ساعة بيكون ضعيف لأن العربية دي مصممة للسير في المدن بصورة أكبر. في مشكلة في تقفيل المحرك من تحت بتسبب في وصول بعض الرواسب والمخلفات اللي في الطريق وبتعمل مشاكل. من المهم عمل تدريع عصاج تحت المحرك عشان ما تحصلش المشاكل دي. المحرك ده بيوفر أداء جيد عملي للعربية. أبعاد جراند بونتو طولها 4 متر عرضها 1.60 متر ارتفاعها 1.40 متر. قاعة العجلات بتاعتها 2.50 سنتي. العربية بتوفر مساحة داخلية معقولة لجميع الركاب وهي أكبر حجما من طراز بونتو التقليدي، وكمان بتوفر مساحة كبيرة للتخزين في الشنطة الخلفية، لكن مع كل ده قدرتها على الاستيعاب الجيد للركاب غير كافية لأن الجزء الخلفي منها هاتشباك وبالتالي بتكون المقاعد الخلفية مش مريحة والمسافة للرجلين في المقاعد الخلفية ضيقة. يعني من الآخر العربية بتشيل 4 أشخاص فقط ويكونوا قصيرين ورفيعين. الخامات الداخليه من البلاستيك المقوى فيها تجهيزات داخليه مميزه وسائل راحه وامان كتيره. قطع غيارها متوفره في اماكن كتيره ومعمره، بس مشكلتها ان اسعارها غاليه، عشان كده اصحاب العربيه دي بيشتروا قطع الغيار الصيني والتايواني عشان السعر. العربيه قدرتها عاليه على المناوره وثباتها محترم في الملفات وعلى السرعات العاليه. وتعليق العربيه دي قريب من تعليق موديلات الالفا روميو بتعديل من شركه فيات، وبالتالي هو اكتر قدره على التعامل مع الطرق المصريه بصوره جيده مع ثبات قوي. العفشه قويه ومعمره لكن ناشفه بعض الشيء، واللي بيسوقها بيحس بكل تفاصيل الطريق. العربيه دي سريعه في اعاده بيعها وسعر اعاده البيع محترم. فيها سنتر لوك، مصابيح ضباب اماميه وخلفيه، 2 اير باج، فرامل اي بي اس. حصلت على 5 نجوم في اختبارات الامان الاوروبيه اليورو انكاب. فيها احزمه امان خلفيه ثلاثيه التثبيت وفرامل قويه ومميزه. فيها كماليات زي ازاز كهرباء، شاشه ال سي دي لعرض بيانات التشغيل، باور ستيرنج كهرباء، كنبه خلفيه قابله للطي، فيها مشغل سي دي بتحكم من عجله القياده، تكييف، سنتر لوك. عاشر عربيه معانا والاخيره في الجزء ده هي الفورد فوكس ام كي 1 موديل 2004 بسعر من 85 ل 95000 جنيه. فورد فوكس 2004 فيها مميزات كتيره جدا عن باقي الموديلات التانيه من فورد، وليها مواصفات خاصه بالنسبه للمحرك ومواصفات من الداخل ومن الخارج وكمان من ناحيه وسائل الامان. استهلاكها للوقود 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعه، سرعتها القصوى 196 كيلومتر ساعه، قدره المحرك ده 115 حصان 1800 سي سي 4 سلندر، ناقل الحركه يدوي 5 سرعات، محرك احتراق داخلي دفع امامي اي سي اي. فيها 5 مقاعد 4 ابواب، مساحه الصندوق الخلفي 485 لتر، العربيه وزنها 1725 كيلوغرام، ده وزن كبير، جنوطها الومنيوم، مصابيح الاماميه هالوجين، فيها مرايات جانبيه كهرباء. العربيه دي قويه وثابته على الطريق على السرعات العاليه وفي الملفات. بالنسبه لعيوبها، قطع الغيار قليله وهتلف عليها كتير، وسعر قطع الغيار اعلى من الكوري والياباني. العربيه معقده في الميكانيكا والكهرباء بتاعتها، وقليلين من الفنيين بيشتغلوا فيها من غير ما يبوظوا حاجه. تقيله في بيعها وسعر اعاده البيع سيء، لان الناس دايما بتقلق من العربيات الفورد عموما عشان موضوع قطع الغيار والتعقيدات في الميكانيكا والكهرباء. دي كانت اخر عربيه معانا. طيب ايه العربيات اللي لازم نبعد عنها في الفئه السعريه دي؟ اول عربيه جيب شيروكي موديل 97، رينو سينك 2002، العربيه الواجه، الباسات 2000، المازدا فاميلي 2008، البروتون ويرا 2005، الهيونداي سوناتا 2002 و2003، الفورد جراند ماركيز موديل 95، الفورد اكسبلورر موديل 97، الفيات بيترا موديل 2003، كيا كارنافال، اودي 97، شيفروليه ايبيكا موديل 2005، سوزوكي بالينو 97، الهوندا اكورد 96، السوبارو امبريزا 98، الجيلي باندينو موديلات من 2013 ل 2015. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه سلسله عربيات اوتوماتيك بتكييف. المهم في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أحط لكم الجزء الأول والثاني، العربيات المستعملة الأوتوماتيك بسعر 50 وبسعر من 50 ل 70000 في شاشة النهاية اللي هتظهر في آخر الفيديو. أشوفكم على خير، سلام.